بس هل حضرتك بتحس بفرق في الأداء محليا وقاريا؟ يعني الأهلي في أفريقيا زي الأهلي في الدوري؟ بحس بهذا الفرق طبيعي، ربما لان الماتشات الافريقيه اقصائيه، يعني جيم قصير جدا طبعا. وبينما الدوري هو الاهلي هيتحط عليه حمل تقيل قوي في الفتره اللي فاتت بصراحه، كل 72 ساعه بيلعب ماتش صحيح. صعب صحيح. فلما حلم البطوله الافريقيه ده بيخلي طاقات تخرج وتتفجر لدى اللاعبين، وكمان ذهن الجهاز الفني بقياده موسيماني بيبقى عنده رؤيه يعني مرنه شويه في التعامل مع الملعب والخصم، بينما الدوري يعني طويل المدى ونفسه طويل، محتاج فعلا نفس طويل. الاهلي مميز في الحته دي طول عمره بتاريخ بطولاته وانجازاته، فلازم الكبوه اللي حصلت في فقط 7 نقاط مؤخرا لازم تصلح بكره بدايه لما هو اتي، خصوصا اتحاد الكوره حط جدول جديد لكاس مصر، فالحمل زاد على لعيبه الاهلي في كاس مصر، في الدوري، في افريقيا، في تصفيات مع المنتخب. شوية كمان هنزود عليهم كاس العالم للانديه ان شاء الله. ان شاء الله دي بشرة خير منك. ان شاء الله يا رب خير ان شاء الله.